لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. ما هي العورة التي يجب سترها؟ الجواب: العورة إطلاق في باب سترة الصلاة وإطلاق في باب تحريم النظر. يعني في عورتين: عورة ستر وعورة نظر. عورة الستر اللي هي بتستر في الصلاة، أو نقدر نقول الثلاث عورات: عورة في الصلاة وعورة خارج الصلاة. وعورة خارج الصلاة في خلاف، هي عورة واحدة ولا اثنين، ستر ونظر؟ هيجي معنا الكلام. خلينا نبدأ نقول عورة الصلاة. حلو كده؟ عشان كده بيقولوا الحكم فيهما متفاوت. أما العورة في باب سترة الصلاة فمنها مخففة ومنها مغلظة ومنها متوسطة. طيب المخففة، نقول الأول كده الكلام اللي هو يقوله، وده المذهب الحنبلي، بس المذهب الحنبلي يعني، بس نقول الكلام الأول كده وبعد كده نقرأ. على المذهب بيقول لك امسك الأول الراجل الكبير، عورته من فين لفين في الصلاة؟ الصورة الوسطى، بس يجب عليه إنه إيه؟ يغطي حاجة على الكتف، يحط حاجة على الكتف، تمام كده؟ لا يصلينا احدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقين من شيء، لا يصلي احدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقين من شيء. قراءة نهج ولا حاجة؟ فبنقول ان في الصلاة تعمل ايه؟ الصلاة الرطبة، بس لازم تبقى ايه؟ مغطي الكتف الواحد. طيب ده الراجل. طب والست؟ يجوز لها ان هي تكشف الوجه يا جماعه، وتصلي يجوز لها ان تكشف الوجه يا جماعه، مشروع لو في حاله. وبعدين هل الوجه بس ولا الوجه وكفين؟ حنابلة الوجه بس، شافعية والمالكية الوجه وكفين، الأحناف الوجه وكفين والقدم. تمام، احنا بنتكلم على الصلاة مش بره الصلاة، بره الصلاة والسلسلة، بنتكلم على الصلاة. يبقى الحنابلة بيقولوا تكشف الوجه فقط في الصلاة، المالكية والشافعية بيقولوا تكشف الوجه والكفين، الأحناف بيقولوا تكشف الوجه والكفين والقدم. حلو كده؟ طيب الأطفال بقى، كل لسه معنا في المذهب لسه. الأطفال بقى لسه معنا في المذهب. الأطفال بقى اللي أقل من 7 سنين ملوش عورة. يعني ايه؟ عادي خالص، حتى لو بتبص كده مفيش مشكلة خالص. تمام، طب من 7 سنين لغاية البلوغ في البنات، من السرة للبطن، من السرة للبطن. طيب من 7 سنين لعشر سنين في الولاد السوقتين فقط، من 10 سنين بلوغ، من السرة للبطن. معنى كده ولا مش معنى؟ صلي شعرها يا رجال. فرق بين البنات والولاد، فرق بين البنات والولاد. كل ده احنا بناخد المنهج. البنات والولاد الاثنين اقل من 7 سنين مش عوره خالص. طيب الولاد بقى من 7 ل10 سوقتين، من 10 طالع من السرة للبطن. طب البنات من 0 ل7 مفيش عوره خالص. طب من 7 للبلوغ، من السرة للركبه، بعد البلوغ كلها ما عدا الوجه فقط على المنهج. واضح ولا ايه؟ نقول ال 9 بدل ما عندناش. ايه؟ نقول ال 9 بدل ما عندناش. ماشي. طيب مفهوم كده؟ اه هنقرا الكلام ده. نسينا القمة كمان. القمة عروسها ايه؟ زي الحور. زي الايه؟ زي البنت اللي هي من 7 وطالع او من 9 وطالع. اللي ايه؟ من السرة للبطن. معنى عبد المطلع؟ لا مش عبد المطلع. نقرا الكلام. بالنسبة للمرأة تكشف الوجه حتى في وجود الأجنبي؟ هنتكلم على الصلاة عموما بغض النظر عن فئة النظر، لسه هتيجي من فئة النظر لسه. يعني بصلي لوحدها يعني. ماشي؟ فمنها مخففة وهي عورة ابن 7 سنين إلى تمام 10، فلا يجب أن يسكر في الصلاة إلا الفرجين فقط. اللي هو من 7 ل10 ده دمبر جسد. ومنها مغلظة وهي عورة الحرة البالغة، فكلها عورة في الصلاة إلا وجهها وفي كفيها وقدميها عن أحمد روايتين. في كلمة فيه فقط وفي كفيها وقدميها عن أحمد روايتين المشهورة وجوب سترهما. معتمد المذهب إن
يجب عليك تغطية الوجه الكفين والقدمين الوجه بس والوجه. طيب ومنها متوسطة وهو من عدا المغصورين اللي هو من عدا اليوم اللي هو يبقى اللي هو العورة اللي هي مصر للركبة، فيدخل فيه عورة الأمل وإن كانت بالغة والحرة غير البالغة للمميزة لأن شرع في المطالب اليوم، والرجل البالغ وابن عشر إلى البلوغ من حر من حر وعنت يعني عنده 10 سنين وطالب. فكل هؤلاء عورتهم في الصلاة من الصرة إلى الركبة. هو في حديث عن النبي قال ما بين الصرة والركبة عورة مستقيم شكل البين. طبعا الصرة نفسها ليست من العورة إجماعا من تحت الصرة مشرفة بالعكس، والركبة ليست من العورة عند الركبة يعني من فوق الركبة مشرفة تمام كده؟ يعني من تحت الصرة إلى فوق الركبة يعني مش داخل معنا الصرة ولا داخل معنا الركبة طبعا. وأقل مجزم في ذلك ما يستر بشرة البدن ولا بد أن يكون الساتر مباحا. هيجي لسه السؤال اللي بعده تفاصيل الايه الثياب اللي انت بتستعملها، بس نقول كده نتفق ان ستر العورة لازم يكون بثوب لا يشف ولا يطرش تمام كده. طيب هنفرض الثوب ده كان مجسم لحجم العورة يأثم وتصح صلاته يعني فرض واحدة بتصلي ببنطلون ستريتش لازم، أو واحد بيصلي شورت اللي هو بتاع فين بقى بتوع كمال أجسام وال اللي هو بيلبسوا الشورتات اللي هي القفشة دي تصح صلاته ويقفل، لكن طالما في قماش سافر العورة نفسها مغطي ما يشوفش العورة كده صلاته صحيحة، بس يجب عليه إنه يكون إيه؟ إنه يكون لا يقص ما تحته واضح ولا إيه؟ لكن لو كان يشف بمعنى لابس مش لازم بقى اللي هو حاجه خفيفه مثلا حاجه زي مثلا الشراب الحريم مثلا هل اللي هو خفيفه اللي هو شايف العوره من تحتها كده طب صحيح ولا كده صلاته باطله، او لابس مثلا كيس بلاستيك حلو كده ده تخين اهو مش هيوصل الميه بس بيوصل ليه الاشعه بيوصل للنظر فده كده برضو ايه صلاته باطله، يبقى لازم ان هو ايه يكون مغطي العوره، لكن لو كان مجسم حجمها يعتم لكن صلاته ايه صلاته صحيحه. طيب لسه يزيد كل كم بحر على وجه المنفرد. وتأتي إن شاء الله تفصيل الثياب المباحة من المحرمة في غير هذا السؤال الجواب. وتم قسم آخر. هل يمحى قسم آخر؟ مين كان المفدرة؟ يبقى كده عورة الرجل في الصلاة. مصر الرجل. الشيخ كان ليه قاعدة جميلة بيقول لك ما فيش ارتباط ما بين زينة الصلاة والعورة التي هي خارج الصلاة. ودي حاجه ودي حاجه مفيش ارتباط لا طرد ولا عمل كلامه قوي يعني ايه بيقول احنا مش بس بنستر العوره في الصلاه احنا بناخد الزينه يا بني ادم خدوا زينتكم عند كل مسجد يبقى انت بتتزين للصلاه قلنا الحديث المره اللي فاتت ان الله حق من تزين له تمام فيبقى انت بتتزين في الصلاه الزينه دي انك على الاقل تستر عورتك من صوره ركبك وكمان ده فرض الزينه دي حاجه يعني تبطل الصلاه بدون واجب عليك ان كنت مستطيع انك انت ايه تتبين من اعلى يعني ترتدي مش بس ازار ترتدي يعني يكون في حاجه من فوق واضح ولا ايه ويستحب ما زاد على ذلك من الزينه لو كان من زينه قومي ايوه دي زينه واجبه حد البشر الزياده بقى دي مش بيها حط لو كان من زينه قومي مثلا ان تغطي راسك اذا تغطي راسك ابن عمر لما راى نافع مولاه يصلي الحافر الراس فقال له اكنت تخرج لناتك ذلك قال لا قال فالله احق ان تتزين له يبقى لو انت من زينة قومك انك انت تغطي الراس يبقى يستحب ليك انك تغطي الراس في الصلاه لو من زينة قومك انك انت تلبس لباس معين او ما تلبسش لباس معين يبقى تلبس او ما تلبسش حسب الايه حسب الدين عرفا يعني مثلا كلمه الداخليه مثلا دي مثلا ليست من الزينه في عرف الناس كلبسها وانت خارج مثلا فده كذلك لا يستحب لك ان تصلي فيه. طيب لو في فالنة مثلا هي الفالنة الملونه اللي هي مثلا عادي الناس بتطلع بيها يبقى عادي مفيش مشكله. طيب إذا الراجل عورته في الصلاة أو يلبس في الصلاة حاجة تستر من الصورة الركبة وكمان حاجة تغطي التاني. طيب المرأة كلها على الخلاف بقى تكشف الوجه إجماع. طيب حتى لو هي بتصلي لوحدها لازم تغطي شعرها؟ أيوه طبعا لا مثلا قال لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخبر حائض يعني إيه؟ بالغ لو كانت حائض طبعا مش هتصلي أكيد يعني فيبقى حائض بمعنى بالغ لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار
يبقى لو واحدة بالغ لازم تصلي تكون مغطية جسمها كله ما عدا ايه الوجه ليها انها تتشف اجماع. طب افرض في واحد دلوقتي راجل اجنبي قدامها ليها انها تغطي وشها ولا ملهاش؟ ليها انها تغطي وشها. فاحنا بنقول ان هي لها ان تتشف الوجه. طب افرض عايز تغطي وجهها تغطي مفيش مشكلة لو في حد اجنبي موجود. طيب لو مفيش الافضل ان هي تكشف وجهها تمام لتثبت على جبهتها. طيب طب واليدين برضو كمان في خلاف الارجح ان هي برضه لا يجب ان تغطي ايه كده. طب القدمين لا يجب على الاقوى اقوى ان في خلاف الجمهور بيقول القدم لابد ان تغطى مذهب الاحناف ورواع احمد ترجح المجد بن تيميه جدا شيخ الاسلام وشيخ الاسلام تيميه برضه كذلك المجد بن تيميه المجد لقب عبد السلام جد شيخ الاسلام احمد بن عبد الحليم عبد السلام ابو البركات واللي رجحوا كذلك في الانصاف المرداوي ان هو ايه ان يجوز كشف القدمين في الصلاه للمراه. وطبعا الكلام ده لو كانت لوحدها مش بتكلم على الخروج بتكلم على لو كانت لوحدها في البيت بايه دليلهم بقى بيقولوا لان النساء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا بيلبسوا الدروع اللي هي الفتاتين اللي بتغطي الجسم كله ما عدا ظهور القدمين والناس امرهم في الصلاه بايه بالخمار لا يقبل الله تعالى تحاول الا بخمار. الخمار ده بيغطي انهي منطقة الرأس لكن الفستان يلبسها في العادة بيكون كاشف للوجه واليدين والقدمين ولم يأمرهم مثلا بتغطية أقدامهم ولم يأمرهم بلبس مثلا جورب ولا لبس خف ولا كده فقالوا إذا لا يفعل المرأة أن هي تغطي قدميها في الإيه؟ المريض الشراب ما يعتبرش غطي الجمهور بيقولوا لا لابد أن هي تغطي قدميها والأظهر والله أعلم هي تغطي قدميها في بدء الصلاة وإن انكشف باطن قدميها فلا بأس يعني تبقى لابسة إما حاجة طويلة وصل لغاية الأرض أو إذا كان عادة لباس النساء في زمن الصحابة أصلا يكون حاجة طويلة أو إنها تلبس من تحت إيه خوفين أو جوربين أو أي حاجة يعني الأمر هنا أهم. الشراب الرقيق اللي هو الشفاف ده كان ولا حاجة أنا كان الشراب اللي هو العادي الجمهور بيقولوا لو رجلها باينة وصلت متعمدة لذلك صلاتها باطلة لكن ده هنا لا يدخل العذر للتأثير احنا كنا على النوع الصلاة باطلة في معين لو واحدة فاكرة ان صلاتها كده صحيحة يعني سمعت ان في قول مثلا يجوز ان احنا وخالد بالقول ده قلدت او تقال علما لها او فاكرة ان ده صح الايه وده يجوز صلاتها صحيحة معذرة بالتأويل وخلاف سائل في المسألة اذا كان عذر بالتأويل عذر الجهل او لا كل واحدة تمام كده يعني واحدة فاكرة ان يجوز ان اطلب القلمين فصلت تلاهوت او ما تعرفش المسألة دي اساس فطلب كده فطلب صحيحه معذور انما واحده عارفه ان هي يحرم عليها ان تكشف قدمين وكشف القدمين متعمدا عند الجمهور صلاه الله والمساله فيها خلاف ثاني واحده الاحوط الاحوط قال الجمهور اللي هو يعني تغطيه القدم لوحدها او قدامها لوحدها قدام حد كده برضو احوط قول الجمهور يكفي لو هي لابسه الدار الصلاه اللي هو الاسلام بتاع الصلاه ده بيكون مواطن الارض بالجنه اي حد اي حد يعني حتى الحرم حتى يعني واحده يعني حتى لو جوزها حتى لو عادل واحده في البيت حتى لو عادل واحده تغطي القدم كده الشراب عادل لكن لو بقى بطن القدم بان وهي بتصلي في السجود مثلا بطن القدم بان من العوره العاديه اللي هي تمام كده كبيره بقدر الكبير رجع الشيل ده يعني بقى رجع الايدين الظهر قبل الجمهور لازم تشرب الله برضه لينا صلى الله عليه وسلم يامرهن بالقفاز فاكر الرجال احنا لسه في شغل لحاجه تحت الشغل والقوام بيصلوا طبعا الراجل عارف شغل لحاجه انا اللي مؤخرا هو بيقول او بيقول التحيات مثلا هتيجي لسه المره الجايه برده برده طيب واحد افرض واحد بقى ظهره ظهر عورته يعني مثلا هو بيصلي وبيسجد او بيركع الترينه بتتسحب لقدام والشورت بينزل لتحت او البنطلون اللي لابسه بينزل لتحت فايه ظهر جزء من عورته أقول لك من ظهر يسير إذا كان الظهر ده جزء يسير زمن يسير أو جزء يسير زمن كبير أو جزء كبير زمن يسير أو جزء كبير زمن كبير كانت جزء صلاة صحيح أما إذا كان جزء كبير زمن كبير صلاة بطيئة كان جزء من شعر أيوة الزمن الكبير زمن كبير الزمن يعني كبير يعني قليل جزء الظهر العوض العالم يا اما كبير يا اما قليل تبادين وتوافير لو واحد ظهر منه جزء صغير من العوره سواء لزمن طويل او زمن قصير الصلاه صحيحه طب ظهر منه
جزء كبير بس زمن يسير صحبرته. إنما لو ظهر جزء كبير وزمن كبير سبطه. يعني هنضرب مثال واحد مثلا جزء صغير مثلا باين من عورته، الكلام ده كله غير قاصد، مش اللي قاصد انه يعمل كده، اللي قاصد صوته بطل، كلام على الغير قاصد. فواحد مثلا مش واخد باله وفي جزء مثلا من عورته صغير باين، قاعد باين طول الصلاه هو مش واخد باله، صلاه صحيحه. طيب واحد تاني جزء كبير من عورته بان لزمن صغير، زي مثلا وهو واقف مثلا كده فجاه هوب البنطلون واقع كل حاجه، فبعدين راح شد البنطلون وقفه تاني. ها ليه راح؟ صلاه صحيحه. ده حصل حديث عمرو بن سلمه رضي الله عنه، كان لما بيسجد تظهر عورته مغلظه، عشان كان النساء قالوا ايه؟ داروا عنا إست امامكم، كان ثوبه قصير، فراحوا عملوا ايه؟ اشتروا له ثوبا طويلا، فلما يسجد كان ممكن يبان ايه؟ عورته المغلظه. ايه الكبير؟ ايه الكبير؟ يعني فاحش، قدر فاحش من عوره، عرفا يرجع في الاحمر، يرجع في الاحمر. حصل بقى، قول لي وانا اقول لك، ارسم لي كده وانا اقول لك كبير ولا كبير. فيه ده كده على العورة كبير بقى قدر كبير ايه الكلام ده؟ يعني مثلا العورة المغلظة ده قدر كبير مثلا، او مثلا واحدة مثلا وبان منها جزء كبير من جسمها حتى لو مش عورة مغلظة، ده بيرجع في العرف. ينفع يمال للحاجة هاي بيتفاوت بقى، قول لي انهي يعني هقول لك ايه؟ هتعمل ايه بقى؟ هتعمل عشان هقول لك بقى ترسم بقى جسم بني ادم كده وتقعد تحدد بقى المساحات كده وتقول اقول لك دي كبيره دي صغيره كده عند راحتك بقى. يا شيخ ينفع يجب عليا ان طيب خلاص 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 قلنا مفيش اثنين شفاوي، قلنا مفيش اثنين شفاوي. طيب نكمل. واحد بقى بان منه جزء كبير وزمن كبير، يعني قاعد مثلا بيصلي بلبوس وفتره طويله بقى ده كده ايه؟ صلاته باطله حتى لو مش قصده خلاص. الدليل الامر بستر العوره، ادي حديث ان الله يقول سطحا من ذله بخمار، والحديث اشتراط مع الادله الداله على ان الكشف اليسير يعفى عنه. اليسير ده هيبقى ثلاث انواع، يسير في الوقت او يسير في نوعين، يسير في الوقت او يسير في الايه؟ في الكميه. الادله ده حديث عمرو بن سلمه ده مثلا يعني ده كفايه، ده يدل على ان الكشف اليسير لا يبطل. ايه؟ ابن سبع سنين. نعم. صوت صحيح بلا شك، والا ما كانش ينفع ده امام، كان صوته بتبقى باطله. لا هيجلس خلاص ما كملناش كلام. طيب كده خدنا عورة الراجل البالغ وخدنا عورة الايه؟ المرأة البالغة. طيب عورة الأمة الظهر والله اعلم، عورة الأمة في الصلاة مثل عورة الحرة، يعني تغطي ايه؟ كل بدنها ما عدا الوجه والكفين. طيب ده بخلاف عورة الأمة خارج الصلاة. عورة الأمة خارج الصلاة زي ما هيجي معانا لسه من السرة إلى الركن، من السرة إلى الركن خارج الصلاة. اللهم صل على المذهب. لا على الراجح، احنا دلوقتي خلاص خلصنا المذهب، بنتكلم بقى على الصحيح. يعني إن عورة المرأة في الصلاة حتى لو كانت أمة كلها ما عدا الوجه والكفين، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. طيب وخارج الصلاة على الراجح من السرة إلى الركن، تمام. لكن يراعى في ذلك بالمرة بقى هنتكلم على عورة المرأة خارج الصلاة. انتوا عارفين طبعا ان ايه؟ ان المرأة خارج الصلاة جسمها كله عورة او جسمها كله ما عدا الوجه والكفين، على خلاف من اهل العلم والجمهور على جسمها كله ما عدا الوجه والكفين، بمعنى ان هي يستحب لها ان تستر وجهها وكفيها لكن لا يجب. حلو كده؟ طيب الأمة بقى وزيها على الراجح عورة المرأة على المرأة. عورة المرأة على المرأة فيها قولين، قول إن الجسم كله ما عدا مواضع العمل، يعني ما تدعو الحاجة إلى إظهاره، اللي هو الرأس والعنق والذراعين والساقين، يعني مثلا واحدة قدام ستات أو واحدة قدام أبوها وأخوها وابنها تكشف إيه؟ تكشف ما جرت العادة بكشفه. اللي جرت العادة بكشفه مواضع العمل اللي هي شغالة في مهنة البيت، اللي هي مواضع الزينة الظاهرة، اللي هو الخلاخيل اللي في الإيد والخلاخيل اللي في الرجل والقلادة التي في العنق، يبقى الرأس والعنق والذراعين والساقين. ده بعض أهل العلم بيقولوا ده عورة المرأة على المرأة وعلى محارمها، وبعضهم بيقولوا
لا عورة المرأة على المرأة على محارمها ما بين السرة إلى الركبة، كل اللي فوق السرة وتحت الركبة يجوز إيه؟ يجوز كشفه. لكن على الراجل لكن تراعى قواعد الشرع مثل قواعد التدريب الذريعة. يعني ده مش معنى ان مثلا ان ما بين السرة والركبة عورة، معنى ان كان فوق ما فوق ذلك ثدي المرأة مثلا هو ليس بعورة، لكن تراعى قواعد الشرع. يعني مثلا اذا كان مثلا ارضاع المرأة امام مرأة اخرى مثلها مثلا لا يؤدي الى مثلا الى شر ولا فتنة فلا بأس ان ترضع امام اخرى، لكن اذا كان ارضاعها مثلا واذا كان ارضاعها مثلا امام بعض محارمها مثلا زي الاب زي الابن زي لا يؤدي الى شر مفيش مشكله، انها مثلا ترضع امام ابن زوجها مثلا او امام مش عارف ابو زوجها او امام مش عارف او امام ابن اخيها الذي لا تراه الا نادرا او امام مش عارف حاجه او امام اخوها من امام اخيها من الرضاعه الذي لم ينشا معها مثلا اذا كان وهو شاب وهي شاب، اذا كان يؤدي الى شر وفساد وفتنه يبقى تسد له ذرائع الشر والفتنه، واضح ولا ايه؟ لكن من حيث هو عوره مش عوره، لا هو مش عوره، واضح. كذلك عوره الأمة على سائر الناس، على الراجح أن هي من السرة للركبة. حديث أنس شيخ الألباني قال إسناده جيد، قال كنا إماء عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخدمننا كاشفات عن شعورهن تضطرب ثديهن. فظهر الله أعلم أنه إيه؟ أن الأمة كذلك، وده كان عادة النساء في زمن الصحابة. طبعا ده يرجع فيه للعادة والعرف، بمعنى أن كان عادة الإماء أن هما يكونوا إيه؟ يظهرن مواضع العمل والزينة العادية، لان الايماء دول كنا ممتهنات. يعني ايه؟ يعني في الاعمال والخدمه والامور الشاقه والبذل وعرق وتراب وكده، فكان ده العادي ان هم يظهروا ايه هذه المواضع مفيش مشكله. فاذا تغير الزمان والعرف، حتى ده كلام شيخ الاسلام ابن تيميه، هو بيقول ان لو واحد بقى عايز يعمل الكلام ده ويامر الايماء التركيات، بيقول كده الايماء التركيات، فكان زمانهم برضو كان الايماء التركيات بكشف ما كانت الإماء تكشفه في زمن الصحابة، فده ذريعة لإيه؟ للفساد. فكان يفتي شيخ الإسلام ابن تيمية بالمنع من ذلك، واضح ولا إيه؟ فيبقى الأصل إن ده مش عورة، لكن يرجع في ذلك إلى إيه؟ إلى قاعدة سد الذرائع، واضح؟ طيب، من الأدلة على إن عورة المرأة على المرأة على المحارم وعورة الإماء وكده هو من السرة للركبة؟ عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ما بين السرة والركبة عورة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم وده يكاد يكون نص في المسألة، إذا زوج أحدكم خادمه عبده أو أجيره فلا ينظر إلى ما فوق الركبة وما تحت السرة. حديث حسن. تاني، إذا زوج أحدكم خادمه، خادمه دي يعني إيه؟ يعني الأمة. خادم كلمة تطلق على الرجل والمرأة، وهنا بمعنى المرأة الأمة. إذا زوج أحدكم خادمه عبده أو أجيره، يعني جوز الأمة بتاعته من عبد وأجير. الأمة دي بقت إيه؟ ليست سرية. الأمة السرية اللي هي الأمة اللي أنت بتتملكها ملك خالص وليست متزوجة، دي يجوز لك أنك أنت تطأها، وبالتالي يجوز لك أن ترى عورتها المغلظة. طب لو جوزتها بقت دلوق حرة إيه؟ هي أمة برضو، بس هتكشف ليك زي اللي تكشفه للإيه؟ لمحارمها، وزي اللي تكشفه للإيه؟ للناس. فقال فلا ينظر إلى لو تزوجها رب شاشع. هو يتجوز أمته إزاي؟ ما ينفعش يتجوز أمته، لا يجوز. خدناها دي من موانع الزواج قبل كده، لان عقد الملك اقوى من عقد الزوجيه، تمام؟ فبنقول ايه؟ فلا ينظر لثقال، فلا ينظر الى ما فوق الركبه وما دون السره، يبقى دي عوره عليه برضه، يبقى ما فوق ذلك وما تحته يجوز للنظر. يبقى كذلك المحارم يجوز لهم ان ينظروا للمراه الى ما فوق الايه؟ السره وما تحت الركبه. فاهمين حاجه مثلا؟ ايوه فاهمين، بس نص نص. فاهمين بس نص نص، كويس، يكفيني نص. طيب، ما يقولش معاك. طيب نرجع تاني للكلام. طيب عورة الأطفال بقى في الصلاة، عورة الأطفال في الصلاة، الظاهر والله أن الأطفال يؤمرون بستر العورة كالبالغين. أخذنا التفصيل بتاع المذهب. الصحيح بقى أن عورة الطفل زي عورة البالغ، بمعنى إيه؟ بمعنى الطفل أصلا لا يجب عليه صلاة، لكن يؤمر بيها من 7 سنوات ويضرب عليها من 10 سنوات. إمتى تجب عليه؟ بعد البلوغ، لكن قبل ذلك يؤمر بها. طالما يؤمر بها يبقى يؤمر بها بشروطها. يقول له ايه؟ يلبس من السرة الركبة، وكمان يرتدي يلبس حاجة يغطي بها كتافه لو ولد، والبنت نقول لها تلبس ايه؟ تلبس خمار، واضح؟ طب هو ما واجب عليهم كده؟ لا مش واجب، بس انا كولي امر للطفل يلزمني ان انا امرهم بالصلاة 7 سنوات بشروطها.
الوضوء وستر العورة وكل حاجة وأضربهم عليها إيه؟ لعشر سنوات. يبقى زينة الصلاة حاجة ما لهاش علاقة بالعورة. ظهر العالم إن المذهب ربط ما بين مسألة العورة وما بين الصلاة فخلاها زي عورة النظر، هي ليست مرتبطة بها لا طردا ولا عكس. ما قالش في الكلام تاني واضح ولا شك؟ ما بيتكلمش على فعل البالغين تجاه الاولاد الصغار، بيتكلم عن اولاد. وده عجيب برضو، ده غير منضبط برضو انك تقول انه يجب عليه تغطية مش عارف ايه الطفل، لا يجب عليه شيء اصلا. أيوه. غير مكلف. لا انا عايز اقول لحضرتك كده نقلت من الكلام عن عورة الاطفال لما يؤمر به الكبار تجاهه. هو اصلا الطفل لا يكلف، مش حاسمة عورة الطفل بمعنى انه مكلف، لا الولي هو اللي بيامره. ما كل الخطاب هنا للولي مش للطفل، طفل غير مخاطب حتى يبدو. واضح؟ واضح. لا واضح. طيب يا شيخ مثلا يعني خلي ربنا ماشي الكلام ولبس البامبر ده بس طلعت صحي منه ولا تصحيش الظهر والعلم. ما هي دي بقى الظهر والعلم تطلع لا تصحي لا تصحي ليه؟ افرض بقى الولد ده ما توضاش، صحي منه ولا ما تصحيش؟ ما توضاش تصحي منه ولا ما تصحيش؟ نفس الكلام لان ده شرط يعني الصلاه بيقول. وسيأتي إن شاء الله تفصيل الثياب المباحة من المحرمة في غير هذا السؤال والجواب. وثم قسم آخر، حاجة أخيرة نختم بها الفاكهة، وثم قسم آخر وهو أنه يجب ستر جميع بدن الميت بثوب لا يصف البشرة صغيرا كان الميت أو كبيرا أو ذكرا أو أنثى. يعني بيقولوا الميت بقى عورته إيه؟ كل جسمه حتى لو كل. والراجح الله أعلم إن عورة الميت كعورة الحي وجوبا، يعني الحي يعني يستر عورات ما كان منه عورة لو كان حيا كله، ويستحب ستره كله. واضحة دي ولا إيه؟ لا يستحب لا يجب. ليه بقى؟ لأن لو كان يجب ستره كله لما كان يجوز كشفه في حال من الأحوال. وأبو بكر الصديق رضي الله عنه كشف وجه النبي صلى الله عليه وسلم وقبل جبينه وقال طبت حيا وميتا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بألا يغطى رأس المحرم وقال إنه يبعث يوم القيامة ملبيا. لا النبي صلى الله عليه وسلم مش حالة خاصة، لو كان الصحابة. ومصعب بن عمير رضي الله عنه غطي رأسه وبنى ظهر قدم، مش حالة خاصة. لو كان يجب لكان النبي صلى الله عليه وسلم أمر به بالستر، إنما هو كان ده اللي يملكه. تمام كده؟ وأظهر دليل تقبيل أبو بكر الصديق لإجابة النبي صلى الله عليه وسلم، ده ليس له قرينة صريحة. وما فيش دليل أصلا على وجوبه، يعني ما فيش أمر مثلا النبي صلى الله عليه وسلم أمر إن الميت يستر كله ولا يكشف. فالظهر والله أعلم إن يستحب تغطية الميت كله، لكن لا يجب. الواجب تغطيته من الميت إيه؟ العورة بتاعته. يعني لو كانت امرأة يبقى كلها ما عدا الوجه والكفين أو كلها على القول الثاني، ومن الرجل من السرة إلى الركبة. فاضل كده بقى أحكام النظر، يعني هل يجوز نظر النساء للرجال ولا لا، وهل يجوز نظر الرجال للنساء ولا لا. طب ينظر طب مرة مرتين، الحاجات دي كلها إيه؟ الأسبوع الجاي إن شاء الله بتاع النظر. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.